السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة صانع السعادة، قناة أقوى العروض من كل مكان. أهلا بكم يا شباب، اليوم يوم جديد وجولة جديدة وعرض سوق الأحد من باندا. سوق الأحد من باندا كل يوم أحد. النهاردة إن شاء الله بنشوف أقوى العروض، ولكن كده في البداية نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكمان الذكر اللي احنا بنقوله دايما في كل فيديوهاتنا، النهاردة هنقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا بقى بينا نشوف سوق الأحد في باندا. جنوب أفريقي نزل من 8 ريال ل 4 ريال أو 3 ريال 95 هللة. ليمون الأصفر الكبير ده ب 4 ريال بدلا من 8 ريال سوق الأحد. من عروض سوق الاحد في عرض على الخيار من 5 ريال نازل 4 ريال او 3 ريال 95 هللة. كيلو الخيار 3 ريال 95 هللة بدلا من 5 ريال. عروض سوق الاحد في كل فروع باندا وهايبر باندا. جزر نوامي حوالي 1 كيلو نازل من 5.5 ل 4 ريال او 3 ريال 95 هللة. كيس الجزر ده نوامي طازج، جزر طازج محلي، 3 ريال 95 هللة بدلا من 5.5. من عروض سوق الاحد في عرض على جوافة مصري الصندوق من كيلو ونص ل 2 كيلو نازل من 15 ريال ل 8 ريال 95 هللة او 9 ريال. الجوافة المصري ب 9 ريال بدلا من 15 ريال. من عروض سوق الاحد في عرض على التوت الازرق اسباني، العلبة 125 جرام نازلة من 9 ريال ل 6 ريال. 9 ريال نازلة 6 ريال. عروض سوق الاحد في جبنة فيتا براميل عمارة نازلة من 23 ل 11 ريال ونص، عرض نصف السعر. جبنة فيتا عمارة 11.5 بدلا من 23 ريال الكيلو. طبعا الكيلو. من عروض سوق الاحد في مرتديلا بقى رسالة او بالزيتون سيارة او بالفلفل نازلة من 50 ل 25، عرض نصف السعر من 50 ريال ل 25 ريال او 24 ريال 95 هللة. مرتديلا سيارة بالفلفل او الزيتون او سادة الكيلو ب 25 بدلا من 50 ريال. سوق الاحد في باندا القشطة الطازجة زينة نازلة من 30 ل 15 ريال عرض نصف السعر. قشطة طازجة زينة من 30 نازلة 15 ريال عرض نصف السعر في كل فروع باندا وهايبر باندا. من عروض سوق الاحد في باندا في قسم اللحوم، في هنا لحوم توبرواند برازيلي نازل من 45 ل 36، لحوم مبردة برازيلي 36 بدل من 45. كمان في ستروجنافو بقري، يعني نوع برضو من اللحوم المبردة البرازيلية نزل من 40 ل 35، 40 نازل 35. عروض سوق الأحد في اللحوم. ضياط الليمون والبرتقال، كيس الليمون الكبير ده ب 7 ريال، اليوسف الجنوب افريقي الكيس ب 10 ريال، برتقال اليوسفي الجنوب افريقي الكيلو ب 9 ريال، برتقال ابو سره الكيلو ب 4 ريال، الليمون بدون بذر الكيلو من غير عرض ب 9 ريال. كمان نزل عرض هنا على البرقوق الاحمر، نزل الكيلو من 15 ل 10 ريال 95 هرم. البرقوق الاحمر الكيلو ب 11 ريال او 10 ريال 95 هللة بدلا من 15 ريال. التوت والفراولة، التوت الاحمر نزل من 19 ل 14، 14 ريال العلبة 125 جرام. التوت الاحمر، التوت الاسود كمان نفس السعر من 19 ل 14 ريال العلبة 125 جرام. في التوت الازرق العلبة دي 500 جرام نازلة ب 33 بدلا من 39. كمان نزل عرض على الفراولة، فراولة مستوردة 250 جرام نازلة من 15 ل 13 ريال. علبة خس لولو
نازله من 8 ريال ل 6 ريال او 5 ريال 95 هربة. كمان في من العروض الحلوه اللي نازله هنا تمر سكري، تمر سكري العبوه 1 كيلو نازله من 25 ل 13 ريال. تمر رطب سكري مزارع النخيل 1 كيلو نازله 13 بدلا من 25 ريال. الموز نازل على الكرتون، الكرتون 3 كيلو، 3 كيلو ب 16 ريال او 15 ريال 95 هللة. موز اكوادوري من الانواع الحلوه جدا، الكرتون نازل ب 16 ريال، الكرتون ده حوالي 3 كيلو. التوم ب 2 ريال 95 هللة، ربطة التوم ب 2 ريال 95 هللة، توم صيني، توم صيني. عروض على البصل، البصل الابيض ب 5 ريال والبصل البني برضه ب 5 ريال بدلا من 9 ريال. عروض على البصل، حبة جوز الهند ب 3 ريال، البطاطا البصري ب 4 ريال، والثوم الكيلو ب 12 وربطة الثوم نازلة ب 3 ريال. كمان من عروض الخضروات والفاكهة في بند هذا الأسبوع نازل عرض على البطاطا اللي هو الصندوق، الصندوق من 2.5 كيلو ل 3 كيلو نازل من 11 ريال ل 10 ريال، 9 ريال 95 هللة الصندوق. عروض الفاكهة في بندا في عرض على تفاح جلا، تفاح جلا أوروبي نازل من 9 ريال ل 6 ريال 95 هللة أو 7 ريال. في كمان عرض على اليوسفي، عرض على اليوسفي نازل برضو هنا من 11 ريال ل 8 ريال اليوسفي. كمان في هنا عرض على التفاح الأخضر نازل ب 6 ريال بدلا من 9 ريال، التفاح الأخضر 6 ريال الكيلو. عروض بندا الأسبوعية. كمان من عروض الفاكهة في بندا هذا الأسبوع نازل عرض على الرمان اليمني، الرمان اليمني ده من أحلى الأنواع، نازل 8 ريال بدلا من 11 ريال الكيلو. كمان في برتقال أبو سرة جنوب أفريقي نازل ب 4 ريال أو 3 ريال 95 هللة بدلا من 6 ريال، 4 ريال بدلا من 6 ريال. برتقال أبو سرة جنوب أفريقي. في كمان الرمان المصري، الرمان المصري نازل ب 3 ريال أو 2 ريال 95 هللة. عروض الفاكهة في بندا هذا الأسبوع. من أقوى عروض بندا هذا الأسبوع عرض على الرمان المصري، الرمان المصري نازل 2 ريال 95 هللة الكيلو، الكيلو ب 2 ريال 95 هللة الرمان المصري. عروض الرنجة في بندا هذا الأسبوع نازل على رنجة زينة، رنجة زينة 250 جرام الربع كيلو نازل 10 ريال 95 هللة بدلا من 14 وربع. عروض الرنجة في بندا هذا الأسبوع 10 ريال 95 هللة، 250 جرام اللي هي رنجة زينة. من أقوى عروض بندا هذا الأسبوع في الدجاج الطازج، الدجاج الطازج نازل، الدجاج الفروج الذهبي اللي هي 900 جرام نازل من 19 ل 14 ريال توفير 5 ريال، اللي هي 900 جرام الفروج الذهبي نازلة 14 ريال أو 13 ريال 95 هللة. كمان من العروض اللي هي نازله في بندا في الفروج الطازج نازل عرض على دجاج التنميه عبوه التوفير 2 في 1000، 2 في 1000 نازله ب 35 يعني الواحده ب 17 ريال. الطبق نازل ب 35، الطبق فيه 2 والواحده 1000 ب 35 عبوه التوفير التنميه. كمان التنميه، التنميه 1000 جرام نازله ب 18.5، 18.5 الحبه. كمان في الحبة الكاملة رضوة، رضوة 900 جرام ب 18.5 بدلا من 20.5، وال 1200 ب 22 اللي هي اليوم، اليوم 1200 ب 22 وال 1100 ب 20.75 هللة، ال 1000 ال 1000 ب 20.75 هللة وال 1200 ب 22 وال 1100 ب 21 ريال 75 هللة. عروض الدجاج الطازج في بند، الدجاج الطازج التنمية، دجاج متبل التنمية
600 جرام 14.5 بدلا من 18.5، دجاج متبل سواء الحر او العادي. في كمان الشاورما 450 جرام التنمية نازله ب 13.75 ريال هلله بدلا من 18 ريال، 450 جرام اللي هي الشاورما التنمية. في كمان طبق الكبدة التنمية 4.5 بدلا من 7 ريال، 450 جرام. والقلوب والقوانص برضه هو نفس الحجم ونفس السعر، 4.5 الكبدة والقلوب والقوانص اللي هي التنمية. في كمان هنا الفليه، فليه التنمية 900 جرام نازل ب 40.25 بدلا من 48. القطع المشكلة، قطع مشكلة التنمية نازلة من 14 ل 10.5، 800 جرام. سيقان طبق 450 جرام نازل ب 9 ريال بدلا من 12 ريال. افخاد 6.5 بدلا من 9.75، الطبق 450 جرام. منتجات شركة التنمية في الدجاج الطازج، عروض باندا. عروض الدجاج الطازج في باندا شركة رضوى، فيليه الدجاج 450 جرام، فيليه صدور الدجاج 450 جرام نازل ب 21.25 بدلا من 22.25. شيش طاووق 400 جرام نازل من 15.5 ل 13 ريال، شيش طاووق اللي هو رضوى 400 جرام. في كمان هنا افخاد دجاج 1000 جرام يعني 1 كيلو نازله ب 18 بدلا من 20.5، وفي سيقان برضو نازله ب 17.75 بدلا من 22.25، 900 جرام. في هنا الحبه الكامله 900 جرام نازله ب 18.5 بدلا من 20.5 اللي هي رضوى. منتجات شركه رضوى في عروض بند هذا الاسبوع. عروض على صدور الدجاج الفليه الطازجه، في عرض حلو جدا على صدور دجاج 450 جرام اللي هي التنميه، نازل عرض مميز جدا 17.95 ريال هلله، 17.95 ريال هلله بدلا من 22.5، 17.5 ريال نازل 17.5 ريال بدلا من 22.5، يعني تخفيض 5 ريال. كمان في صدور فيليه 500 جرام اللي هو الطاقي، نازل من 22.5 ل 19.75 ريال هلله. كمان برضو من عروض الصدور الفليه، صدور فليه اللي هي انتاج 900 جرام نازله من 44 ل 35.75 هلله. عروض على الصدور الفليه. كمان في عروض على الدجاج المتبل الوطنيه، دجاج متبل وطنيه حراق 800 جرام نازل 15 بدلا من 18، ودجاج برضو متبل عادي 700 جرام نازل 14.75 ريال هلله بدلا من 17.75 ريال هلله. دجاج متبل الوطنية 600 جرام ب 12.5 بدلا من 15، وفي طبعا 15 هو اللي هو 800 جرام دجاج متبل الوطنية. في كمان هنا قطع مشكلة الوطنية 900 جرام نازل من 12.5 ل 11.25 قطع مشكلة. في كمان شاورما انتاج 500 جرام نازلة من 20.5 ل 17.25 اللي هي الشاورما. في كمان فيليه صدور دجاج انتاج اللي هي 450 جرام نازله من 24.5 ل 21.25. في كمان انتاج هو نازل على الاجنحه، 450 ب 5، 450 جرام طبق 450 جرام ب 5.25 ريال. وفي هنا كمان يعني الفيليه 450 جرام احنا قلناه. في كبده انتاج 5.75 ريال هلله الطبق 450 جرام، والقلوب برضو 4.75 ريال هلله. قطع مشكلة 900 جرام انتاج نازلة من 15 ل 12 ريال، من 15 نازلة 12 ريال. انتاج الحبة الكاملة 1000 ب 19.25. في برضو عروض الحبة الكاملة، عروض الحبة الكاملة الفروج الذهبي نازلة من 18 ل 14 ريال اللي هي 900 جرام. الفروج الذهبي الحبة الكاملة برضو انتاج 1100 ب 19.75 هلله، 1200 ب 20.5، 1200 ب 20.5. في الحبة الكاملة اللي هي الطاقية 900 جرام ب 17 ريال، وطاقية برضو 1000 جرام ب 17.75 هلله.
عروض الدجاج الطازج، عروض الدجاج الطازج. كمان من عروض باندا هذا الاسبوع عرض على صدور دجاج باندا اللي هو 2 كيلو، صدور دجاج باندا ال 2 كيلو نازل من 62.5 ل 38 ريال او 37 ريال 95 قرش، صدور دجاج باندا اللي هو 2 كيلو. كمان من عروض الصدور المجمده في دو 1 كيلو نازل ب 22 بدلا من 27. كمان في داري ال 2 كيلو ب 42 ريال، داري ب 42 ريال، دو نازل عرض حلو جدا، ال 2 كيلو نازل ب 36 ريال، دو ب 36 ريال، 2 كيلو، عروض على صدور الدجاج المجمدة. صدور الدجاج، عروض صدور الدجاج المجمد في رضوى اللي هو ال 2 كيلو ونص نازل من 86 ل 50 ريال. في كمان طيبة 900 جرام نازل 12 ريال بدلا من 17.5 اللي هو طيبة 900 جرام. في كمان طيبة ل 2 كيلو نازل من 60 ل 47. في كمان هنا سادية 1 كيلو نازل 20 بدلا من 28. الطيبة ده سعر حلو جدا 900 جرام نازل ب 12 بدلا من 17.5. طيبة طبعا الطيبة ده سيقان دجاج مجمدة، سيقان دجاج مجمدة 900 جرام مش صدور، انا فكرها صدور الاول. سيقان نازلة من 17.5 ل 12 ريال، حتى هي باينة كده مكتوب عليها سيقان اهي 12 ريال. كمان نزل عرض هنا على صدور الدجاج المجمدة اللي هو 450 جرام سادية نزل 12 ريال بدلا من 16 ريال 12 ريال. في كمان فيليه صدور الدجاج او مكعبات صدور الدجاج 1 كيلو ونص نزل من 48 ل 35 ريال. كمان هنا في قطع الدجاج، قطع الدجاج بالتوابل بالزبادي والتوابل الفلفل الاسود او التوابل العربية 600 جرام نازل من 22 ل 18 ريال. سادية 1 كيلو صدور سادية 1 كيلو 20 ريال، سادية 2.5 كيلو 56 ريال، 56 ريال بدلا من 70 ريال. الدجاج المجمد في باندا في عروض على دجاج مجمد الوطنية، 1 كيلو نازل ب 15 بدلا من 18.5، 1 كيلو نازل 15 بدلا من 19.5 اللي هو الوطنية. في كمان ال 900 نازلة 17 بدلا من 19، في ال 700 الحبة نازلة ب 14 بدلا من 15.5، وال 600 نازلة ب 11 ريال بدلا من 12.5، ال 800 نازلة ب 15.5 بدلا من 17.5. يعني في على ال 1000 ب 15، ال 900 ب 17، ال 700 ب 14، ال 600 ب 11، ال 800 ب 15.5. بالنسبة للكرتون، الكرتون اللي هو الألف، الكرتون فيه 10 ب 145 بدلا من 195 اللي هو الألف. في كمان الكرتون اللي هو ال 800 ب 150 بدلا من 175. دجاج سادية 1300 جرام نازل ب 18 بدلا من 21 ريال، دجاج سادية 1300 جرام الحبة نازلة 18 أو 17 95 هللة بدلا من 20 ريال 95 هللة. كمان نازل على الكرتون، الكرتون نازل ب 170 بدلا من 200 ريال، الكرتون فيه 10 الحبة 1300 نازلة 170 بدلا من 200 ريال. عروض الدجاج المجمد سادية 900 جرام نازلة ب 15.5 بدلا من 18.5 اللي هي 800 جرام، اللي هي 900 جرام نازلة من 18.5 ل 15.5. كمان الكرتون هنا نازل 140 بدلا من 184، الكرتون فيه 10 الحبة الواحدة 900 نازل ب 140 بدلا من 184، دجاج سادية 900 جرام. دجاج مجمد بريدكس الاصفر ده ال 1200 نازله ب 16 بدلا من 18 75 هلله، دجاج مجمد بريدكس برازيلي
الحبة الكاملة اللي هي 1200 نازلة من 1875 هرلة ل16 ريال. دجاج رضوى مجمد 900 جرام نازلة من 20 ريال ل16 ريال. 900 جرام رضوى نازل 16 ريال او 15 ريال 95 هرلة بدلا من 19.95 هرلة. عروض الدجاج المجمد في الفروج الذهبي، الفروج الذهبي 1200 نازله من 22.5 ل 17 ريال. 1200 في الفروج الذهبي الدجاج مجمد نازل من 22.5 ل 16 ريال 95 هرلة او 17 ريال. عود الرنجة في باندا، في رنجة مدخنة زينة 250 جرام يعني ربع كيلو نزل من 14.5 ل 10 ريال 95 هرلة. لو بالكيلو في هنا سمك رنجة مدخن اللي هو عمارة نازل الكيلو، الكيلو ب 43 ريال، 43 بدلا من 57 ريال. طبعا احنا صورناها في اول جزء ولكن ما صورناش اللي هي عمارة دي، كانوش لسه حطوا عليها العرض. نازلة من 51 ل 43 الكيلو. عروض الزبدة في باندا، في زبدة نادك اللي هي 1 كيلو شبيهة زبدة غير مملحة، 1 كيلو نازلة عرض حلو جدا من 47 نازلة 22.5. 22.5 ده من أقوى العروض الموجودة في باندا هذا الأسبوع على شبيهة زبدة غير مملحة نادك 1 كيلو من 47 نازلة 22.5، أكثر من نص السعر وناس كتير واخدة منها. كمان في من عروض الزبدة في لور باك اللي هي 200 جرام نازلة من 30 ل 25، 400 جرام 25 بدلا من 30 ريال. لور باك من الأنواع الحلوة. في كمان زبدة المراعي اللي هو 3 في 100 نازلة 15 ريال بدلا من 21.5. عروض الزبدة أقوى عرض اللي هو نادك، ولكن نخلي بالنا إن هي شبيهة زبدة، شبيهة زبدة غير مملحة. كمان من أقوى عروض باندا هذا الأسبوع عرض على كريمة الطبخ اللي هي بوك 500 ملي نازل 1+1 نازل 15 ريال بدلا من 32، أكثر من نصف السعر. من أقوى العروض الموجودة هذا الأسبوع في باندا. في كمان كريمة الطبخ اللي هي المراعي نازلة من 17 ل 10 ريال 95 هللة. كريمة الخفق للمراعي 500 ملي 13 بدلا من 18 ريال. كريمة الطبخ اللي هي بوك دي عرض حلو جدا، أكثر نصف السعر، 1+1 15 ريال اللي هي 500 ملي. كمان في نادك كريمة الخفق والطبخ 13 ريال بدلا من 17 ريال اللي هي نادك. عروض الجبنة الموزريلا في باندا هذا الأسبوع، أقوى عرض موجود اللي هي فرسانة، فرسانة دي 900 جرام نازلة 26 بدلا من 43، 26 ريال بدلا من 43، ده أقوى عرض موجود. في كمان بوك 400 جرام نازلة من 26 ل 18. في كمان انواع من بوك، الانواع تانية 400 جرام برضو 26 ريال بدلا من 30. في نادك 500 جرام نازلة 21.5 بدلا من 26. في المراعي 500 جرام نازلة 20 بدلا من 27. افضل عرض اللي هو فرسانة اللي هو 900 جرام نازل 26 بدلا من 43. الناس اللي بتحب بقى الجبنة المثلثات عشان السندوتشات، في جبنة ابو الولد دي 4 لفات مع بعضيهم، اللفة فيها 8 نازلة من 15 ريال ل10 ريال 95 هرلة، 10 ريال 95 هرلة ابو الولد بدلا من 15 ريال. الجمبري او الروبيان من غير عرض هنا طبعا، ده هنشوف هنا مزرعة، هنا روبيان مزرعة، روبيان مزرعة الكيلو على 31 ريال، بيتباع هنا الطبق مثلا نص كيلو ربع كيلو على زي ما يكون الطبق. في كمان هنا روبيان متنظف منظفينه جاهز، ده الكيلو ب60 ريال، الكيلو ب60 ريال، ال31 ريال ده اللي هو مزرعة
اللي هو العادي لما تنظف بستين ريال. كمان هنا برضو روبيان سوبر، روبيان سوبر نفس الشركة اللي هي كروبات دي، هي ده نازل من 46 ل 35 400 جرام. كمان في هنا برضو روبيان بحري كبير، حجم كبير، ده نازل من 45 ل 35 الكيس 400 جرام. في كمان هنا السمك الفليه شركة أسماك 1 كيلو نازل من 40 ل 27 ريال. أسماك 1 كيلو سمك فليه 27 بدلا من 40 ريال. الروبيان ردوة جمبري بالبقسماط 800 جرام نازل من 63 ل 49 بالبقسماط، اللي هو شركة ردوة 49 بدلا من 64. كمان في برضو هنا روبيان متوسط داري، روبيان وسط، روبيان وسط داري 400 جرام نازل 30 ريال بدلا من 37 ريال. كمان في هنا فيليه سمك، فيليه سمك مجمد مع الزيل اللي هو الكيس ده، ده اسم الشركة هو كروبات، سمك مجمد اهو مع ده 1 كيلو نازل من 29 ل 23 ريال، 29 نازل 23 ريال. عروض الذرة، ذرة حلوة مجمدة سادية 450 جرام نازل ب 7 ريال بدلا من 10.5 سادية. في كمان ذرة كاملة اللي هي الأكواز 1 كيلو داري نازل من 15.5 ل 12 ريال 1 كيلو أكواز كاملة. في كمان السنبلة، السنبلة ذرة ذرة حلوة الكيس 800 جرام نازل من 18 ل 8 ريال، يعني توفير 10 ريال. كمان عروض الملوخية المجمدة، في ملوخية مجمدة السنبلة، ملوخية مجمدة السنبلة 400 جرام الكيس نازل الثلاث حبات ب 10 ريال بدلا من كام، بدلا من 21 ريال او بدلا من 26 ريال، شوف كده كويس، بدلا من 21 ريال 10 ريال بدلا من 21 ريال للثلاث حبات، يعني عرض نصف السعر على الملوخية المجمدة اللي هي السنبلة الكيس 400 جرام. كمان في هنا برضو عرض على ملوخية مجمدة داري الكيس 400 جرام الاتنين حبة نازل من 9.5 ل 8 ريال. السبانخ برضو داري الكيس 400 جرام نازل الاتنين حبة ب 8 ريال. السنبلة طبعا افضل 3 حبات ب 10 ريال. كمان هي برضو خضروات مجمدة السنبلة، السنبلة الكيس 400 جرام نازل الاتنين حبة ب 11 ريال او 10 ريال 95 هللة بدلا من 18 ريال. كل الانواع، في بازلاء وجزر وفي خضروات مشكلة، في بازلاء فقط، يعني كل الانواع اللي هي 400 جرام الاتنين حبة ب 11 ريال. كمان هنا برضو منتجات داري اللي هي 900 جرام خضار مشكل او بازلاء وجزر او بازلاء فقط اللي هو الكيس اللي هو 900 جرام نازل من 15 ريال ل 12 ريال او 11 ريال 95 هللة، 11 ريال 95 هللة. كمان في هنا فاصوليا خضراء مجمدة سادية 900 جرام اللي هو سادية نازل من 14.5 ل 10 ريال. عروض الخضروات المجمدة، في برضو منتجات داري الكيس اللي هو 400 جرام نازل 1+1 مجانا الاتنين ب 8 ريال بدلا من 16 ريال. خضروات مشكلة، خضروات مشكلة الكيس 400 جرام الاتنين ب 8 ريال بدلا من 16 ريال. في كمان خضروات مشكلة باندا 800 جرام نازل 8 ريال بدلا من كام، بدلا من 11 ريال 8 ريال اللي هو 800 جرام. كمان في منتجات الساديه، منتجات ساديه فاصوليا خضراء 900 جرام نازله ب 10 ريال بدلا من 17.5. وخضروات مجمده اللي هي الخضار المشكل، يعني كل الانواع اللي هي 900 جرام نازله ب 10 ريال اللي هي ساديه. عروض الباميه المجمده، في باميه داري
باميه داري في اللي هي باميه مجمده داري زيرو 400 جرام الاثنين حبه ب 14 بدلا من 20، باميه مجمده داري اكسترا الاثنين حبه ب 16 بدلا من 23، باميه فاين داري الاثنين حبه ب 8 ريال بدلا من 13 ريال. يعني في ثلاث انواع، اقل نوع اللي هو الاقل سعرا اللي هو فاين، باميه فاين داري 400 جرام الكيس الاثنين ب 8 ريال بدلا من 13 ريال. الاكسترا دي طبعا اغلى حاجه، الاكسترا دي ب 16 الاثنين بدلا من 23، الزيرو الاثنين ب 14 بدلا من 20. عروض الباميه المجمده نازل على داري اللي احنا شايفينه نازل على داري فقط. عروض البطاطس في باندا، البطاطس المثلجه او المقليه يعني مثلجه، في اللي هو 2 كيلو ونص اللي هو ساديه، 2 كيلو ونص ساديه نازل ب 22 ريال بدلا من 28 ريال، 2.5 كيلو 22 ريال ساديه مفيش على الكيلو، في على ال 2 كيلو ونص بس ب 22 ريال بدلا من 28 ريال. كمان في عرض هنا على بوب كورن الدجاج اللي هو ساديه او ناجت الدجاج اللي هو ساديه، نازل ده 750 جرام نازل من 33 ل 18 ريال. كمان هنا في بوب كورن ساديه هو نازل 750 جرام، 750 جرام نازل من 31 ل 20 ريال. ده نوع تاني، ده مثلثات، ده مثلثات ده العادي. كمان هنا برضو في منتجات سادية اللي هو ناجت الدجاج سادية 750 جرام او فيليه الدجاج سادية 750 جرام نازل من 31 ل 20 ريال. ستريبس الدجاج اللي هو البروست سادية نازل من 36 ل 25 ريال 750 جرام، كله 750 جرام. في كمان هنا برضو اهو البروست اهو ده اللي هو اللي هو الحار، ده اللي هو الحار نزل 25 بدلا من 36 750 جرام. استريبس الدجاج عادي او حار اللي هو دوم 750 جرام، شايفين الكميات يعني عليها اقبال كبير جدا. واحد زائد واحد مجانا من عروض نصف السعر او واحد زائد واحد مجانا. استريبس الدجاج عادي او حار دوم 750 جرام، واحد زائد واحد نازل من 72 ل 36 ريال، من 72 نازلة 36 ريال. كمان في عرض حلو جدا على باندا ستريبس، شرائح الدجاج اللي هي ستريبس 750 جرام نازلة 22 بدلا من 34، اللي هي باندا 22 بدلا من 34. في كمان باندا مسحب 750 جرام نازله من 30 ل 15 ريال عرض نصف السعر. كمان برضو فيليه الدجاج اللي هي باندا 750 جرام نزل 15 بدلا من 26، المسحب نزل 15 بدلا من 30، 750 جرام اللي هو باندا. كمان فيليه الدجاج باندا 750 جرام نازل من 26 ل 15 ريال. كمان في ستريبس الدجاج شرائح الدجاج اللي هي باندا 750 جرام نازله من 34 ل 22. كمان من عروض البرجر هنا في برجر امريكانا اللي هو كلاسيك 1 كيلو نازل من 29.5 ل 19 ريال، 18 ريال 95 هلة بدلا من 29.5. برجر امريكانا اللي هو بقري كلاسيك. عروض البرجر في باندا، في برجر السنبلة، برجر السنبلة 1 كيلو، 1 كيلو لحم بقري او الدجاج، الدجاج ده 750 جرام نازل من 32 ل 20 ريال، اللي هو الدجاج 750 جرام نازل من 32 ل 20 ريال. في كمان هنا برجر لحم بقري 1 كيلو السنبله نازل من 33 الى 20 ريال سواء العادي او الحار. في كمان هنا برجر دجاج بالبقسماط 840 جرام اللي هو ساديه نازل من 27 ل 20 ريال. عروض البيض في باندا، في عرض حلو جدا على بيض انتاج، بيض انتاج بشكله الجديد. في الاول كنا بنشوف العلبه دي خضراء بقت بنفسجي، نازل طبعا بيض حجم كبير والطبق فيه 30 حبه نازل من 24.5
ل 15 ريال 75 هلله، سعر مميز وسعر حلو جدا على بيض انتاج. كمان في من العروض اللي نازله في طيبه ده دايما بيكون نازل العروض ولكن سعره غالي، يعني نازل من 29 ل 23 وربع، 23 وربع اللي هو طيبه. كمان في رضوى شكل الكرتون حلو جدا، ولكن الكرتون 24 حبة، حجم كبير ولكن 24 حبة مش 30 حبة، نازل ب 18 ريال او 17 ريال 95 هلله بدلا من 29 ريال. بيض رضوى الوطنية مش نازل عرض، سعره 23. في كمان من العروض اللي نازلة في البيض في بيض صحة، بيض صحة ده فيه انواع كتيرة جدا منه ودايما سعره بيكون غالي، يعني زي ما احنا شايفين هو نازل من كام، من 30 ونص ل 21 ريال 30 حبة، وطبعا هو مكتوب عليه طبعا صناعة سعودية وعضوي غني بالفيتامينات، فهتلاقي طبعا سعره بيكون غالي عشان كده، وطبعا مغلف بطريقة مميزة. في هو بيض صحة بالفيتامينات هو 30 حبة، ده نازل من 27، من 27 نازل ل 21 ريال. هو في نوعين، في نوع وسط وفي نوع اللي هو الحبة الكبيرة دي، الوسط ده نازل ب 21 والحجم الكبير برضو 21. طبعا هو بيكون غالي عشان زي ما انا بقول لكم كده. في منه نوع كمان بني ده ب 24 ريال من غير عرض، وفي نوع تاني طبعا نازل ب 23 ونص، ولكن العروض نازلة على الأنواع اللي هي الحلوة، اللي يقول لك إيه، مغذى على الفيتامينات، غني فيتامين ه، يعني كاتبين كلام حلو عليه كده، فعشان كده بيكون غالي. دي عروض البيض في بند هذا الأسبوع.